كده بسم الله الرحمن الرحيم نبدا في المحاضره الثانيه من دبلوم التصميم الايه الانشاء. طيب المحاضره الثانيه دي تقريبا يمكن كده من يعني اهم بكتير 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 من المحاضره الاولى اللي احنا عملناها في الكلام. المحاضره الاولى يمكن كان فيها حبه كلام كتير ما لهمش لازمه وحاجات كتير احنا قعدنا نقولها تمام فخدت مننا وقت كتير، انما ان المحاضره النهارده مكثفه فيها حاجات كتير تمام فيها تقريبا حاجات يمكن اول مره نقولها فهتبقى مفيده جدا بالنسبه لك. فانت عشان نبدا بقى في المحاضره بتاعه النهارده نشوف بقى ايه الحاجات اللي عايزين ناخدها فيها. ركز بقى كده معايا، دي المحتويات بتاعه المحاضره بتاعه النهارده اللي كان معروضه قبل كده، دي كانت المحتويات بتاعه المحاضره بتاعه النهارده، دي المحتويات بتاعه المحاضره بتاعه النهارده. عايزين بقى نتعلم مع بعض ايه النهارده. اول حاجه عايز اتعلم معاك ايه هي مكونات اللوحات، يعني ايه مكونات اللوحات، اللوحه بتاعتك بتتكون من ايه، هل انا بخش كده على الاوتوكاد وابدا ارسم وخلاص ولا في مكونات معينه للوحه، لازم اللوحه تبقى طالعه بشكل معين. واعلمك ازاي تعمل حاجه اسمها تمبلت. تمبلت دي حاجه لنفسك انت، يبقى حاجه كده محفوظه عندك على الجهاز، كل ما تيجي ترسم تبقى موجوده على طول عندك، تبدا ترسم فيها وتظبط فيها اللير وتظبط فيها كل حاجه تمام. كمان عايزين نتعرف ايه هي انواع اللوحات، هل انا هي لوحه واحده بس اللي برسمها ولا انا لو مديك فيلا مثلا هترسم لي انت كام مسقط، انا عايز منك كام لوحه فاهمني. فعايز اتعرف معاك على انواع اللوحات. بعد كده نبدا ندخل في اوامر التعديل اللي احنا اخذنا المره اللي فاتت، قلت لك اخذنا اوامر الرسم، المره دي عايزين ناخد اوامر التعديل اللي هي تعتبر شغلك كله عليها. اوامر التعديل اهم مليون مره من اوامر الرسم، لان احنا اتفقنا ان احنا اصلا ما بنبداش الشغل من اول وجديد، لكن بيحصل ايه، انا معايا لوح معماري ببدا انا اشتغل عليها واطلع الانشاء بتاعي. بعد كده ان شاء الله هناخد بقى حاجتين جداد ومهمين جدا، حاجه اسمها برنامج كده صغير اسمه بايزيد. حلو الكلام، بايزيد ده اختصار لاسم الراجل اصلا، الراجل اللي عامل البرنامج ده اسمه باشمهندس محمد ابو اليزيد. حلو الكلام، فهو عامل الاختصار ده وبيسميه كده. البرنامج ده فايدته ايه، فايدته فاكرين القصه بتاعت قصه الليسب اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، صح الكلام، مش قعدت اقول لك كل الليسب بيعمل حاجه، طب الراجل ده راح عمل ايه، راح مجمع كل الليسبات اللي انت بتحتاجها وحطها في برنامج واحد. البرنامج ده هتسطبه عندك مره واحده وخلاص، على كده بقى كل الليسبات اللي انت بتحتاجها في شغلك موجوده عندك، وهعلمك تشتغل بيه ازاي، وهعلمك هو بيعمل اوامر عامله ازاي. الراجل يعني البرنامج ده بيعمل اوامر مريبه، حاجات ممكن تقعد تعملها انت في ساعتين ثلاثه، ده بيعملها لك بضغطه واحده، فهنتعلم منه الحاجات دي بتتعمل ازاي. بعد كده هناخد حاجه اسمها خاصيه الاكس ريب، والاكس ريب دي خاصيه مهمه جدا، خاصيه مهمه جدا بيستخدموها في الشركات الكبيره. انت لما بتروح شركه كبيره ما بتبقاش انت لوحدك شغال على المشروع، لكن لا بيبقى في واحد مهندس مدني شغال على المشروع، ومهندس معماري، وكمان مهندس ميكانيكا، وكذا واحد ايه شغال على المشروع، صح الكلام. فده خاصيه الاكس ريب دي هتربط ما بين المهندسين وبعضهم، يعني كلنا هنبقى شغالين على نفس فايل الكاد. لو انا عملت تعديل، التعديل ده هيظهر عندك، ولو انت عملت تعديل، التعديل ده يظهر عندي، بحيث ان كل شغلنا يبقى مرتبط كله ببعض. طبعا الخاصيه دي كدلوقتي انت مش هتستفيد بيها حاجه، لكن انا هقول لك الاستفاده بتاعتها ايه في مشروع تخرجك، ازاي تستخدم القصه دي في مشروع التخرج تمام. اخر حاجه هناخدها مع بعض المساله بتاعه الطباعه. طبعا الطباعه من الاوامر يعني الحاجات المهمه جدا في الاوتوكاد. حضرتك ممكن تعمل اللوحه وماشي 100 100 وزي الفل، وتيجي تطبع زي الدنيا كلها خالص تمام. فهنتعلم مع بعض نطبع ازاي، وهعلمك ازاي تعمل اسلوب لنفسك في الطباعه وستايل لنفسك في الطباعه، تطبع ازاي. بس نصيحتي ليك ما تعملش كده، يعني ايه ما تعملش كده، فايل الكاد معاك تمام، اعمل له سيف از على نسخه قديمه 2010 ولا حاجه، وتروح مكتبه محترمه تطبع لك. في ناس هناك بتفهم في الطباعه احسن مني ومنك مليون مره، هتقول له يعمل لك اي حاجه في الطباعه هيعملها لك، لكن انا هعرفك برضو انت تعملها ازاي تمام كده. اخر حاجه بقى نبدا ناخد كم مثال عملي كده مع بعض، يعني ناخد مثال عملي على القواعد تمام، وبعد كده ناخد مثال كمان على السلم، ازاي ترسم سلم وازاي تعمل له اسقاط. انت مش هترسم بس سلم من اول وجديد، لا انا عايز اخد سلم معمول في البلان تعمل له انت اسقاط وتبدا تشوف. حلو الكلام. الحصه النهارده غالبا انا هشرح لحد هنا، لحد الجزء بتاع الطباعه، والجزء بتاع المثال العملي ده انا مش هعمله. يعني ايه مش هعمله؟ يعني انا حصتي هتخلص هنا، شرح انا هيخلص هنا، الجزء بتاع المثال العملي ده انت مش هتعمل فيه اي حاجه، يعني انا مش هقعد ارسم الرسمه قدامك وحضرتك تعملها ورا، حضرتك هتبدا ترسم دي، انا هوريك الرسمه وحضرتك تقعد قدامي بقى كده وتقعد تبدا تعمل ايه؟ تقعد ترسم. معاك تقريبا ساعه ونص في مثالين ما ياخدوش اصلا اكتر من تلت ساعه، بس فايدتهم ايه بقى المثالين دول ان حضرتك ترسم بايدك؟ انا زي ما اتفقت معاك انا ممكن اقعد هنا واعمل كل الشغل بايدي واخلص الكورس بدل ما هو 50,000 ساعه اخليه مثلا ساعتين وخلاص وخلصت، صح ولا مش صح؟ بس الفكره ان انت بتروح البيت ما تعرفش تشتغل، فانا عايزك تقعد بقى هنا تشتغل تشوف لي اه اصل يا باشمهندس البونت مش مظبوط عندي،
الاتنشن سبان مش مظبوط عندي. كل واحد فيكم هتقابله مشكله مختلفه عن الثاني، كل واحد فيكم هتقابله مشكله مختلفه عن الثاني. فالميزه ان احنا نقعد نشتغل ايه، معلش بنقعد 5 ساعات وبنطول شويه في الوقت، بس صدقني احسن بكتير وهتحس بفرقهم كتير ان انت تشتغل هنا غير ما انت تشتغل في البيت. لما اخلص شرح الجزء ده تمام، اللي عايز يتفضل وعايز يمشي ومش عايز يشتغل مش تمام. طيب خلينا كده بقى نبدا، بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف ايه، نشوف اول جزء معانا. ايه اول جزء معانا في الحصه؟ مكونات اللوحه. طيب تعالى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا شغال دلوقتي على نسخه كام؟ انا شغال دلوقتي على نسخه كاد 2015. ليه شغال على نسخه كاد 2015؟ زي ما قلت لك كاد 2015 و2014 يمكن افضل نسخه في الكاد كله هي نسخه 2014 كمان، يعني دي افضل نسخه في الكاد كله هي نسخه 2014. شغال على كل الاجهزه ونسخه خفيفه ولطيفه. احنا ايه اللي خلانا نشتغل على 2017؟ عشان 2017 في 3 مميزات مش موجودين في اي برنامج تاني، فقلتهم لك. ايه هم الـ3 مميزات؟ كان عندي حاجه اسمها السنتر لاين والسنتر مارك. ان انا ايه السنتر لاين؟ السنتر لاين ان انا يبقى عندي خط راسمهم تمام، وعايز ارسم سنتر لاين ما بينهم. طب ميزتها ايه؟ ما انا ممكن ارسمهم ايدي. لا، ميزتها ان حضرتك لما تيجي تحرك اي خط من الاثنين السنتر لاين يفضل في النص. وعندي خاصيه كمان زي السنتر لاين اسمها سنتر مارك، وكان اختصار السنتر لاين سي ال، وكان اختصار السنتر مارك سي ام. سنتر لاين السنتر مارك دي زي السنتر لاين بس بتاع الايه؟ الدوائر. بعد كده اخذنا ايه تاني كان موجود في اوتوكاد 2017 مش موجود عندنا؟ القصه بتاعت السنترويد، صح الكلام؟ عرفنا ان هنا البرنامج ده هو البرنامج الوحيد تمام اللي فيه القصه بتاعت السنترويد 2016 و2017. الميزه كمان اللي كانت موجوده في 2017 ومش موجوده في اي حاجه تانيه خالص قبليه، القصه بتاعت الانبورت بتاعت البي دي اف فايل. يعني انت ممكن يبقى عندك فايل بي دي اف موجود عندك تقدر بسهوله تدخله بدل ما هو بي دي اف تخليه ايه؟ اوكي. كل الخطوات دي قلناها المره اللي فاتت. النهارده هنشتغل على برنامج 2015 عادي جدا لانه هو اسرع، فما يهلكش معانا في الشغل، نبدا نشتغل عليه. طيب جينا احنا قلنا اول حاجه عايزين نقولها هي يا باشمهندسين مكونات اللوحه. تعالى كده بص لي، ادي دي لوح موجوده قدامك بتاعه مشروع، عايز اشوف كده مكونات اللوحه. بص كده يا باشمهندس، ادي دي اللوحه قدام حضرتك. ايه هي مكونات اللوحه؟ اول حاجه ما ينفعش ترسم لي اي لوحه من غير حاجه اسمها ايه؟ اكسات. ما ينفعش ارسم اي لوحه من غير حاجه اسمها ايه؟ اكسات. يبقى انت ما ينفعش تطلع لي اي لوحه من غير اكسات. فايدتها ايه الاكسات دي يا باشمهندس؟ الاكسات دي فايدتها حاجتين، اولك هتساعدك في الرسم وانت بترسم، هتساعدك وانت بترسم، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا مثلا عندي اللوحه دي، جيت انا بقى بقول لك انا في عمود ده يا باشمهندس انا عايز اشيله. هتقول لي هو انهي عمود؟ اقول لك والله ده العمود اللي في الصف الثاني تمام، وتاني عمود في الصف الثاني. ده كلام كده مش احترافي. حلو الكلام؟ كلام ما ينفعش. لو انا نازل الموقع مفيش حاجه اسمها اقول له ايه العمود اللي في الصف الثاني من تحت والصف الثاني من فوق، الكلام ده. امال بنعرف الاعمده ازاي؟ بعرف الاعمده بالاكسات. يعني العمود ده كده يبقى اسمه عمود ايه؟ الاكس اللي فوق ده اسمه ايه؟ ه، والاكس الثاني اسمه ايه؟ 2. يبقى العمود ده اسمه ايه؟ 2 ه. يبقى انا لما اجي اتكلم على العمود اقول لك انا في العمود 2 ه انا هيبقى تسليحه كذا، العمود 2 ه انا هعمل فيه كذا، العمود 2 ايه هيبقى فيه كذا. يبقى فهمنا فايده الاكسات. يبقى انا ما برسمش لوحه، ما بطلعش لوحه من عندي من غير اكسات. تاني حاجه، ما بطلعش لوحه من غير دايمنشن. طب يا باشمهندس هي الدايمنشن بتاعتنا احنا، هل بنحط دايمنشن داخليه ولا دايمنشن خارجيه؟ لا، المعماري هو اللي بيحط دايمنشن داخليه لانه هو بيهتم بالفراغات، انما احنا ما بنهتمش بالفراغات اللي جوه المنشأ خالص. احنا كل الدايمنشن بتاعتنا كلها دايمنشن ايه؟ خارجيه. يبقى انا بص الدايمنشن اللي محطوطه عندي دايمنشن خارجيه. طب والدايمنشن الخارجيه دي محطوطه ازاي؟ عامل دايمنشن ما بين كل اكس والتاني وعامل التوتال دايمنشن. فهمت القصه دي؟ يبقى انا عرفت ان انا لازم اخرج اكسات، لازم احط دايمنشن. طب امتى بستخدم دايمنشن داخليه؟ انا بستخدم دايمنشن داخليه في حاله زي ما الباشمهندس بيقول كده الاعمده والشيرول. وكمان بص يا جماعه ادي لوحه القواعد فيها الدايمنشن الداخلي. ما عدا ذلك ما بنحطش اي دايمنشن داخليه في اللوحه بتاعتنا. خلاص كده اتفهمت؟ ايه تاني يا باشمهندس من مكونات اللوحه عايز اخدها؟ طيب عرفت ان انا عايز احط اكسات، عرفت ان انا عايز احط دايمنشن تمام. طبعا قصه التسليح تمام، ازاي اكتب التسليح ده وازاي يا باشمهندس اخرج التسليح. في حاجه كمان مهمه جدا عايزين ناخدها مع بعض، التسميات. قبل ما اقول لك التسميات، هي التسميات دي بتتحط فين؟ بتتحط على كل حاجه. يعني مثلا نموذج كاف ده، كاف دي يعني ايه؟ كاف يعني كفر. طالما انت شغال بالعربي كاف يعني كفر. كاف 4 يعني نموذج كاميرا رقم 4 30 في 70. طب يا باشمهندس ما انت معرف عليه كل حاجه بقى.
طب بما انك انت معرف عليه كل حاجه، طب فايدته ايه؟ كاتبها ليه؟ ما انت خلاص. لا يا باشمهندس، احنا بنعمل حاجه في اللوح اسمها النماذج. يعني ايه؟ يعني انت في اللوحه بتاعتك عندك 100 عمود، هل ال 100 عمود دول مختلفين عن بعض؟ مستحيل. ولو هم مختلفين عن بعض ما بتخليهمش مختلفين عن بعض، لان انت بتنزل الكلام ده هتنفذه في الموقع. ما ينفعش يبقى العمود ده مختلف عن عمود ده، وده ليه تسليح وده ليه تسليح. ما انا راجل خلاص بقى، انا فلت في السهم وفلت في السيف وخلاص بعرف اصمم 100 100. ما ينفعش يبقى ده ليه تسليح وده ليه تسليح وده ليه تسليح. مبدئيا هيبقى عندك مشكله في تربيات الحديد، ما انت مستخدم هنا فاي 12 وهنا حبه فاي 16 ومبهدل الدنيا، تمام؟ هتهدر لي كتير في الحديد. تاني حاجه، الراجل اللي تحت اللي هو النجار ولا الحداد المسلح مش هيرضى يشتغل معاك. انا عايز حاجه تكون سهله، فبنعمل حاجه اسمها النماذج. ايه النماذج دي؟ ان انا ادي، لو انا عندي مثلا 50 عمود، ال 50 عمود دول هعملهم 10 نماذج. 10 نماذج يعني ايه؟ يعني تقريبا كل خمس عمدان في ايه؟ في نموذج. يبقى الراجل عارف ان هو نازل مش هينفذ 50 عمود مختلفين، لا ده هو هينفذ ايه؟ 10 نماذج. فهمت القصه دي؟ طب ايه تاني من مكونات اللوحه انا عايز اعرفه؟ وركز بقى كده معايا. اي لوحه يا باشمهندس بيبقى فيه حاجه في الجنب كده اسمها البنده او الخرطوشه. ايه البنده او الخرطوشه دي او ايه تعريفها؟ حضرتك البنده او الخرطوشه دي هي جزء ما بترسمش فيه في اللوحه. انت اللوحه بتاعتك اهي كويسه ومرسومه، تمام؟ في جزء هنا كده مقتطع من اللوحه اسمه البنده او الخرطوشه. فايدته ايه بقى البنده او الخرطوشه ده؟ تعالى كده نبص كده على المكونات. بيكتب لك فيه ايه؟ بيكتب لك ملاحظات عامه عن المشروع. والملاحظات العامه دي بتختلف من كل لوحه للتانيه. يعني ايه الملاحظات العامه دي بتختلف من كل لوحه للتانيه؟ يعني انا مثلا لو انا بديك لوحه اساسات، تفتكر ايه هي اهم حاجه، اهم معلومه تبقى مكتوبه في الملاحظات العامه؟ البيرنج كاباستي، صح الكلام؟ اجهاد التربه اللي انا مصمم عليه ده قد ايه؟ مش دي حاجه المفروض، المفروض اول حاجه تبص عليها في الملاحظات العامه البيرنج كاباستي بتاعتك، تمام؟ ايه تاني ممكن يبقى مكتوب؟ الاكواد اللي انا استخدمتها في التصميم، صح الكلام؟ يعني احنا لو جينا كده قرينا، تعالى نقرا اي واحده، مقاومه الضغط، مش دي حاجه من الحاجات اللي المفروض تبقى مكتوبه؟ اللي هي الاف سي يو، صح ولا مش صح؟ يبقى دي ملاحظات عامه بيكتبها. بص كاتب لك ايه؟ بالنسبه للاقطار 8 ملي متر صلب ضري 34 على 35 ويرمز بها بالرمز فاي. مش كان في حاجه اسمها عندنا الفرق ما بين فاي بشرطه واحده كده وفاي بشرطتين، صح ولا مش صح؟ واحده كانت الصلب الضري وواحده كانت الهاي جريد ستيل، صح ولا مش صح؟ دي ملاحظات لازم حضرتك تبقى كاتبها له. يبقى هنا بيكتب كل الملاحظات، صح الكلام؟ طب انا يا باشمهندس كواحد لسه طالب، هل الملاحظات دي هكتبها في مشروع تخرجي؟ اه طبعا لازم تكتبها، ما ينفعش تطلع لي لوحه كده من غير ملاحظات. لو الملاحظات دي انا مش عارفها، لذلك انا مدي لحضرتك النماذج دي فيها الملاحظات، بس ما تاخدهاش بالسرعه النبي كده كوبي بيست وتروح حاططها وما تغيرش فيها اي حاجه، لا الملاحظات دي تاخدها تقراها، تمام؟ وتشوف ايه هي المناسب للمشروع بتاعك وايه هو اللي مش مناسب للمشروع بتاعك، صح ولا مش صح؟ يعني مش طبيعي مثلا ان انت تيجي تحط لي في لوحه السقف وتقول لي اصل البيرنج كاباستي كذا، طب انا مالي البيرنج كاباستي؟ دي لوحه سقف، انا ايه علاقتي بقصه البيرنج كاباستي في لوحه السقف، صح الكلام؟ مش طبيعي ان انا مثلا تبقى اللوحه بتاعتي ما فيهاش ولا كابولي وكاتب لك اه الحديد العلوي يمتد في الكابولي لمسافه متر ونص، اي انا مالي؟ ماشي معلومه كويسه دي لنفسك مش ليا، فاهمني؟ طيب دي حاجه. بيبقى فيها ايه الخرطوشه دي؟ يعني الخرطوشه دي انا عرفت فيها خلاص، انا بيبقى فيها ملاحظات عامه على المشروع بتاعي، وبتختلف من دور لدور ومن مسقط لمسقط ومن مشروع لمشروع على حسب الحاله اللي انت شغال فيها. ايه تاني يا باشمهندس؟ ايه اللي موجود تحت ده بقى؟ جدول تسليح الكاميرات، اللي هو الجدول بتاع مين؟ بتاع النماذج اللي احنا كنا بنتكلم عليه. مش انا اتفقت معاك، معلش يا باشمهندس، هي لوحه زي لوحه السقف اللي قدامي دي، دي لوحه سقف، صح الكلام؟ لوحه السقف دي انا شايف اهي في كاميرا اهي اسمها كام؟ كاف 5 اللي هي كام؟ 12 في 70، وكاميرا اهي مثلا كاف 6 12 في 70، وكذا كاميرا موجوده قدامي، صح الكلام؟ في مشاكل فيها؟ طب الكاميرات دي هل تسليحها باين قدامك هنا؟ السقف تسليح، لما اجي اعمل لوحه سقف زي اللي قدام حضرتك دي، ايه التسليح اللي بيبقى فيها؟ يبقى فيها تسليح السقف، صح الكلام؟ لكن تسليح الكاميرات، تسليح العمود ما بيظهرش، لذلك اعمل ايه؟ اشتغل بقى على قصه النماذج اللي انا بكلمك فيها دي. ادي لكل كاميرا وكل عمود نموذج، واجي في الجنب كده واروح عامل له اسمه جدول النماذج. اجي انا مثلا الكاميرا رقم 5، الراجل جاي ينفذها، صح الكلام؟ يروح رايح على كاميرا رقم 5، كاميرا رقم 5 كان فيها تسليح سفلي 4 فاي 16، وكان فيها تسليح علوي في منتصف البحر 2 فاي 12، اللي هو مين 2 فاي 12 ده؟ اللي هو كان اسمه ايه؟ علاقات الكنات، اللي هي الاستربس هانجر، صح الكلام؟ وكان عندي الكنات بتاعته 7 فاي 8 لكل متر، يبقى انا اللوحه بتاعتي ما بقتش ايه بقى؟ مليانه كل الكلام والتفاصيل دي، لكن لا انا عملت قصه النماذج. شايف حضرتك لوحه بتاعت سقف كبيره ازاي؟ فيها كام كاميرا؟ فيها كاميرات كتير جدا،
شايف حضرتك الراجل عامل كام نموذج؟ 8 نماذج. ده نفس الكلام اللي حضرتك هتعمله. يبقى انا مش عشان انا شاطر في الساب وعشان انا فاضي تمام هروح اصمم كل كاميرا لوحدها واطلع لها حديد لوحده واصمم كل عمود لوحده واطلع له حديد لوحده. هتصمم ده كله لوحده، بس في الاخر لازم تعمل لي حاجه اسمها ايه؟ النماذج. عرفنا جدول التسليح ده بيتعمل ازاي؟ قالي ده منظر جدول التسليح، ده هو اللي انا مستخدم تسليح عدل، ويمكن ده التسليح اللي انا بحبزه واحب اشتغل بيه، لان التسليح قصه التسليح المكسح ده الناس ما بقتش تستخدمها كتير وهي مقرفه اصلا تمام. فخلينا في الجداول بتاع التسليح العدل. حد مش فاهم حاجه في القصه بتاعه النماذج او القصه دي؟ ايه الحاجه اللي مرفوعه على الكاميرا في تعبير حساس؟ ده الانديكيشن بتاع الكاميرا نفسه فاهم يعني كف 5 12 في 70 يعني ده نموذج 5 اللي هو ابعاده 12 في 5 في 70 12 اللي هو الويدث و70 اللي هو السكس تمام. مين تاني عنده سؤال؟ التسليح العلوي اللي هو مش فوق الركيزه ده كان فين؟ التسليح العلوي اللي هو مش فوق الركيزه ده اللي هو التسليح اللي هو بتاع الاستيرف سانجر اللي هو بتاع علاقات الكنات. يعني ايه علاقات الكنات؟ خلينا اقول لك بعد الفيديو هشرح لك بالظبط هي عامله ازاي تمام ماشي عشان بس ما نوقفش الفيديو. اتفضل. يعني كل الشركات بتستخدم نفس الالوان، هي دي حاجه ستاندرد على الفيديو؟ فهمت قصدك وهنقول هل الالوان دي ستاندرد لكل الشركات ولا لا؟ هقول لك قصه الالوان دي بالظبط. البيجريه المفروض فاي اكتر من 10 صح؟ لا هي ملهاش علاقه بالفاي اكتر من 10، هي ليها علاقه بنوعيه الحديد الاف فيلد بتاعته. في حاجه اسمها الصلب الطري، في حاجه ثانيه اسمها ايه؟ الهاي جريد ستيل اللي هو المايلد ستيل والهاي جريد ستيل. فده ليه انديكيشن عندنا وده ليه انديكيشن عندنا تمام. لكن هو غالبا اصلا زي ما انت بتتكلم كده من بعد فاي 10 بيبقى هاي جريد ستيل تمام. نكمل ايه تاني يا باشمهندس بيبقى موجود في اللوحه؟ بص تحت كده الجدول ده من اهم الجداول اللي حضرتك لازم تحطها في اللوحه. جدول بقى المعلومات. اولا انا في حاجه ما قلتهالكش، هي اللوحه دي لوحه ايه؟ اقرا كده. اللوحه دي اسمها انشائي واحد تسليح سقف الدور الاول والمتكرر، صح ولا مش صح؟ ايه تاني مكتوب في اللوحه؟ اللوحه دي خارجه من مكتب استشاري اسمه كذا 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 كذا، الدكتور اللي عاملها اسمه كذا كذا كذا، مهندس التصميم اللي عاملها اسمه عمر. ده دي اللوحه دي عشان برضو عشان الناس تبقى عارفه، دي لوحه باشمهندس عمر عبد العزيز. يبقى باشمهندس عمر عبد العزيز، حلو الكلام، هو اللي عامل التصميم بتاعها تمام. فبيبقى مكتوب ايه تاني يا باشمهندسين؟ دي كانت هي عباره عن ايه؟ المشروع ده عباره عن ايه؟ عماره سكنيه ملك السيده هويده كذا كذا كذا. مكان المشروع فين؟ طبعا انا بقى قلت لك انت هتاخد الفندا تحطها، هتروح انت حضرتك واخد لي الفندا زي ما هي كده وداخل فيها على الدكتور ومشروع السيده هويده وداخل ومبسوط جدا. طبعا الكلام ده يعني لازم تبقى انت عندك، يعني انا مريحك صح الكلام ومديك حاجات واستنباط جاهزه، فيا ريت لما تستخدمها يعني بقدر معين من الذكاء. ما ينفعش تخش على الدكتور بحاجه زي كده. هينبسط بيك قوي ان انت عامل اللوحه وشكلها مظبوط، بس مش هينبسط لما يعرف ان انت ناقلها تمام. طب ده كلام جميل قوي. تعالى كده عرفت مكونات اللوحه. في حد مش فاهم حاجه؟ اللوحه اللي قدام حضرتك دي كده بقت بالنسبه لك كده مفهومه؟ بقت عرفت ايه هي المكونات، ايه هي الحاجات الاساسيه لكل لوحه؟ كان في بس معلومه هنا كده كنت عايز اوريها لك، لوحه القواعد والعقد. بص كده يا باشمهندس، دي لوحه ايه؟ اهي دي لوحة الأوعاد والسملات. كاتب لك إيه؟ لما بص أنا كده لما أجي هنا أدي السمل ده اسمه ميم واحد، صح الكلام؟ بعد كده هنا مش كاتب، طب هنا مش كاتب، طب هنا مش كاتب، طب هنا مش كاتب. هل ده صح يا باشمهندس؟ لا الكلام ده غلط طبعًا. غلط ليه؟ أنا ما ينفعش أنزل باللوحة بالموقع حاجة مش مكتوب عليها إنديكيشن، صح الكلام؟ طب بس الراجل عمل إيه عشان يحل المشكلة دي؟ هل دي كده مش مقصودة؟ لا الكلام ده مقصود. طب مقصود بايه يا باشمهندس؟ مقصود ان كل اصلا السملات اللي موجوده هي نموذج واحد يا باشمهندس. مفيش غير 3 4، يعني انا عندي هنا مثلا 50 نموذج، يعني 50 سمل، صح الكلام؟ ال 50 سمل بتوعي دول كلهم ميم واحد، مفيش غير 2 3 4 تمام؟ مكتوبين هم ميم 2 وميم 3 وميم 4، صح الكلام؟ طب انا اعرفها منين؟ راح الراجل كده جه في الجدول بتاع السملات راح كاتب لك تحت كده ملحوظه مهمه، كاتب لك ايه؟ جميع السملات نموذج ميم 2 معنى بريسك الخلاف زائد. هو ده بنعمله في السملات وبنعمله في الكاميرات وبنعمله في الاعمده. لما يبقى عندك نموذج، النموذج ده هو اللي طاغي على اللوحه كلها، مش طبيعي بقى ان انا اقعد اكتبه 50,000 مره، لا اكتب المختلف. يعني انا عندي سقف، السقف ده كله مثلا تمام السكنس بتاعه 20، صح ولا مش صح؟ وفي واحده ثانيه فيها سكنس 16، واحده 18، واحده 14، هقعد بقى اكتب بقى 20 على كل واحده
ولا اكتب السقف ده كله 20 تمام ما لم يسبق خلاف ذلك. يبقى انا جيت بصيت على البلاطه دي ما لقيتش عليها حاجه يبقى كام 20. بصيت على السميل ده ما لقيتش عليه حاجه يبقى ده على طول ميم 2 اروح اجيب تسليحه من تسليح ميم 2 هنا. فهمت القصه دي؟ فهمت القصه دي؟ يبقى تخلي بالك هي مش بكتر المعلومات مش بكتر المعلومات لان خلي بالك مع اللوحه عليها حاجات كتير جدا عليها دايمنشن وعليها تسليح وعليها حاجات كتير جدا انت مش عايز تظهر الحاجات دي كلها. انا عايز ان انا اي معلومه احتاجها الاقيها موجوده ده اللي انا عايزه. طب اللوح دي هنا لو جينا كده مثلا عند نماذج الكاميرات هلاقي في حاجه عايزك تقول لي الحاجه دي ناقصه ولا مش ناقصه. بص كده يا باشمهندس انا مديك كده ده النموذج بتاع الكاميرا صح الكلام. جه الباشمهندس دلوقتي سالني قال لي انا معلش انا مش عارف الحديد ده صح الكلام. طب انا دلوقتي انا مش عارف الحديد ده فين. يبقى كان في حاجه مهمه جدا هنا الراجل نسيها هو شغال على اللوحه دي كان المفروض يوضحها موضحها في بقيه اللوحه بس ما وضحهاش هنا. ما ينفعش انزل الموقع بلوحه زي دي انا لازم اديله قطاع في الكاميرا لازم اديله سيكشن ولازم اديله مين الليفيجن صح ولا مش صح. يعني ايه سيكشن والليفيجن؟ تعالى كده بص على نوع تاني من اللوح جايبه لك برده معايا. دي لوحه بتاع طالع طالب في مشروع التخرج. بص كده بقى معايا بس خلينا اجيب لك لوحه تكون كويس اهو. هنا الراجل ده عامل ايه؟ انا مديك خلي بالك انا مديك لوح عربي ومديك لوح انجليزي عشان تقول انا هشتغل عربي تشتغل عربي عايز تشتغل انجليزي تشتغل انجليزي. حلو ده مشروع بتاع طالب في مشروع التخرج بتاعه كان عامل يعني عامل شغل كويس قوي يعني ما شاء الله عليه. حلو الكلام. تحت هنا بعد ما اداك جدول الكاميرات باشمهندس راح مديك ايه تحت؟ بص كده صح الكلام مديني السكشن فين الحديد بقى اللي انت كنت بتسالني عليه. هنا في الميدس بان. في الميدس بان ليه فايدته في الميدس بان؟ بص كده يا باشمهندس التسليح اللي تحت ادي تسليح عندك التسليح السفلي جاي من الاول للاخر. التسليح العلوي المفروض ما يبقاش جاي من الاول للاخر هنا لا ده المفروض فوق فوق الاعمده عشان اغطي المومنت الايه اللي فوق. المومنت اللي فوق ده بنسميه المومنت الموجب ولا السالب؟ المومنت السالب. فغطيت المومنت السالب اللي في الحته دي وغطيت المومنت السالب اللي في الحته دي بس في حته هنا بالظبط ايوه هي دي الاريا ستيل داش هي دي فنسميها ايه؟ هي دي حديد الميدس بان اللي انت كنت تسالني عليه فوق. فهمت القصه دي؟ هنا مثلا كده يا باشمهندس اهو اهو هنا ظاهر بقى القصه بتاعت صح ولا مش صح؟ ظاهره مش ظاهره؟ ده التسليح اللي ناتج لي عن كذا وده التسليح الثاني صح؟ بيبقى في تسليح التسليح العلوي بيبقى في جزء ايه من التسليح؟ في تسليح ناتج لك عن مين؟ عن العزوم صح الكلام؟ وبقيه التسليح عشان انا في حاجه اسمها اصول الصناعه. يعني ايه اصول الصناعه؟ انا هنزل اعمل الكنات، الكنات دي ممسوكه من تحت بالحديد السفلي، طب من فوق لازم احط لها حديد يمسكها عشان كده مسمينه علاقات الكنات اللي هي الاستراب هاندلر صح الكلام؟ اتفهمت القصه دي؟ يبقى انا كان لازم جدا 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 وانا بعمل اللوحه دي يبقى مديني ايه؟ المنظر ده. المنظر ده هيساعدك؟ اه يا باشمهندس هيساعدك كتير جدا. انت المنظر ده زي ما انت على فكره المنظر ده لاي لوحه، يعني ايه لاي لوحه؟ مشروع تخرجك هتاخد لي دي ودي محطوطين بدل ما هتقعد ترسمهم في ثلاث ساعات هتاخد لي دي ودي محطوطين لان دول ما لهمش ابعاد. ده نموذج لكاميرا سيمبل بيم وده نموذج لكاميرا ايه؟ كونتينوس بيم صح الكلام؟ النماذج مين اللي هيتغير؟ هتاخد الجدول زي ما هو لكن اللي هيتغير ايه في الجدول؟ لا هيتغير الارقام بتاعتك. يبقى انا ممكن اخلص مشروعي رسم. خلي بالك ان اصعب خطوه عندك في مشروع التخرج القصه بتاعت الرسم دي بتاخد مجهود رهيب. القصه بتاعت الموديل دي هتعملها على طول وسهله وجميله ولذيذه ولما الموديل بيبوظ بتضربه وتعمل يعني بتعدي. حلو الكلام. اعرف ناس كانت العمود هو مطلع يعني 20 فوق 25 وحاططهم 4 فوق 12 شافوا من لوحه ثانيه طالع فوق 4 خلاص كمل عليه كده فاهمني. فاهم حاجه المنظر ده اهم حاجه اللوحه بتاعتك تبقى طالعه لوحه راجل محترم. بص لي كده ثاني على اللوحات. بص الراجل بص اللوحات بتاعته طالعه عامله ازاي. تسليح شبكه كل حاجه مكتوب عليها كل حاجه موجوده صح الكلام. انا عايزك مشروع تخرج سيادتك تمام يطلع بالمنظر ده. طب انا عشان اساعدك مديك ايه؟ انا هعلمك طبعا كل خط من دول ايه لازمته صح الكلام؟ لكن حضرتك مطلوب منك ايه بقى في مشروع تخرجك؟ مطلوب منك ان انت كل الحاجات دي تبقى معموله بشكل كويس ومنسق بحيث انك انت تطلع لوحه منظرها كويس. كده خلصنا الجزء ده اللي هو بتاع مين يا باشمهندس اللي احنا كنا عمالين نتكلم فيه مكونات اللوحه. خلي بالك ان في مهندس مهندس كامل بياخد مرتب وبياخد مرتب كبير وناس بتعمل دورات كامله عشان تطلع لوحه. حاجه اسمها دورات الشوب دروينج. في مهندس اسمه مهندس اسمه شوب دروينج فايدته ومهمته الاساسيه ان هو يخرج اللوحه بالظبط. لا لا مش كده. خلي بالك ان انت في نوعات من اللوحات. هل اللوحات اللي احنا رسمناها دي هي اللي تنزل الموقع؟ للاسف مش دي اللوحات اللي بعد كده بالظبط. في لوحات بعد كده اسمها ايه؟ اللي هي بتاعت الشوب درونج بقى. الشوب درونج ده هو لغه تحاور ما بينك انت كمهندس والصنايعي. يعني الصنايعي ما خلاص انا مش شوف الصنايعي كانك انت مش شوف الصنايعي. انا عايز الصنايعي يمسك اللوحه يفهم منها كل الدنيا مش عايز الصنايعي كل شويه يجي ينط لي بالمكتب
تمام وانا قاعد في التكييف والجو حر تمام يقعد يقول لي بقى اصل وفصل تمام يعني شغله. وخلي بالك عشان برضو المعلومه دي مهمه بعيدا عن الهزار يعني ايه هي بقى ان الصنايعي ما تقدرش تجيب عليه عيب لو الكلام ده مش مكتوب في اللوحه. يعني ايه؟ يعني انا ما تدوش قطاع في اللوحه وهو عمل قطاع بمزاجه ما تقدرش تتكلم معاه. العقد اللي ما بينك وبين الصنايعي هو اللوحه، لذلك اللوحه بتاعتك لازم تطلع فيها كل تفصيله كبيره وصغيره، صح الكلام؟ تمام؟ طيب نخش على حاجه ثانيه اسمها ايه بقى؟ انواع اللوحات. ايه هي انواع اللوحات؟ جيت انا حضرتك اديتك مشروع بلا طبعا انواع اللوحات مش قصدي بيها انواع اللوحات اللي انتوا فاهمينها. يعني ايه انواع اللوحات اللي انتوا فاهمينها؟ انت خلي بالك في حاجه اسمها رسومات معماريه وفي رسومات ثانيه تنفيذيه وفي رسومات اللي هي الشوب درونج والرسومات اللي احنا قاعدين مش جبنا قصدي بيها. انا قصدي ان انا لما هديك مشروع تمام انت بقى المفروض تخرج لي فيه لوحات ايه. يعني انا مثلا مديك مشروع فيلا، بص بقى الراجل مطلع كام لوحه، هي دي اللوحات الاساسيه اللي هتطلعها لي انت كمان في مشروع الفيلا. اول لوحه اسمها لوحه ايه؟ دي محاور واعمده. انا عايزك من الشكل تلقطها، هو الاسم مكتوب تحت بس انا عايزك من الشكل تلقطها. ايه دي؟ اهو يا سيدي الاسم اهو، لوحه ايه دي يا باشمهندس؟ محاور واعمده. بعد كده يا باشمهندس لوحه مين؟ اواعي واسم اللات. بعد كده دي لوحه ايه يا باشمهندس؟ اقرا كده بقى دي عشان انت ما تعرفهاش، تسليح سقف البدروم. بعد كده يا باشمهندس تسليح سقف الدور الارضي. بعد كده يا باشمهندس تسليح سقف الدور الاول والمتكرر. اخر حاجه تسليح سقف غرفه السطح. دي المكونات الاساسيه او دي اللوحات الاساسيه اللي انا عايزها منك، صح الكلام؟ وخلي بالك ده عشان كان مشروع صغير كنا عاملين قواعد عاديه، صح ولا مش صح؟ ممكن يبقى عندك رفت، طيب عندك لوحه ثانيه بدل لوحه القواعد دي اسمها لوحه الرفت، صح ولا مش صح؟ ممكن الرفت تبقى على خوازيق، فانا عندي كمان لوحه اضافيه اسمها لوحه الايه؟ خوازيق، صح ولا مش صح؟ عرفت مكونات كل لوحه، عرفت اللوحه اللي انت بتطلعها. طب خلي بالك انا ايه اللوحه الاخرانيه دي؟ يعني سقف السطح ليه بعملها يا باشمهندس؟ وليه اصلا عامل حاجه اسمها سقف الدور الارضي وسقف الدور البدروم وسقف الدور المتكرر؟ لان خلي بالك الدنيا مش سهله زي ما انت فاهم كده. يعني انا مش هديك كل الاسقف شبه بعضها واقول لك انت كده 100 100، يعني مش هديك سقف واحد في المشروع واقول لك انت كده خلاص، لا ده انت في سقف هتعمله سوليد سلاب، في سقف ثاني هتعمله هول بلوك، في سقف ثالث هتعمله لي فلات سلاب، صح ولا مش صح؟ دايما بنخلي القصه بتاعه البدروم سوليد سلاب. الحصه طبعا بتاعه الستك سيستم هقول لك ليه، بس خلينا نديك نفس بسيطه كده. دايما بحب القصه بتاعه السوليد سلاب عشان في كمرات. ليه كمرات؟ دي فايدتها ايه؟ كمرات دي فايدتها انك تحزن لي المنشا في قصه الزلازل هي افضل، حلو الكلام؟ طب امتى؟ هل الفلات سلاب افضل ولا السوليد سلاب افضل؟ مفيش حاجه افضل في المطلق، لكن في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه مثلا الفلات سلاب اغلى بكتير حوالي 3 او 4 مرات من السوليد سلاب، صح الكلام؟ لكن فلات سلاب اسهل بكتير في التنفيذ، مفيش كمرات هي شده واحده وخلصنا، صح الكلام؟ وكرؤيه بص الكاميرا دي اهي، شايف حضرتك الكاميرا دي؟ الكاميرا دي مش صح ابدا ان هي تبقى موجوده بالمنظر ده كده، صح الكلام؟ بالظبط. ففي مثل الفلات سلاب ما فيهاش كاميرات، ريح معاك الدنيا. بس هل الكاميرات عيب كده على طول؟ لا الكاميرات مش عيب، بس هي لو موجوده مثلا في سقف البدروم اولا وفرت في التكلفه، ثانيا قصه ايه؟ الزلازل بتاعتي هالمبنى هيبقى محكوم. خلي بالك الكاميرات دي هي كمان موجوده في الفلات سلاب، وانا خلي بالك انا الفلات سلاب بعمله كده في الاخر، ولا مش في الاخر كده حاجه اسمها مارجنال بيم، صح الكلام؟ فايدتها ايه المارجنال بيم دي؟ هي نفس القصه بتاعت التحزين، صح ولا مش صح؟ عشان كده بنقول السوليد سلاب ليها مميزاتها والفلات سلاب ليها مميزاتها وما تقدرش تختار، واحنا عاملين حصه كامله ومحاضره كامله عن القصه بتاعت ازاي تختار الاستاتيكال سيستم بتاعك، لان ده موضوع مهم جدا. اتفهمت القصه؟ عرفنا دلوقتي احنا ايه؟ عرفنا حاجتين. عرفنا ايه هما؟ ايه الحاجتين اللي احنا عرفناهم؟ بص كده مكونات اللوحه وانواع اللوحات. في حته بس كده عايز اوريها لك هنا اللي فوق دي كده اسمها لوحه ايه؟ تسليح سقف غرفه السطح. في حاجه اسمها الشرشيخه، الشرشيخه دي بتتعمل فين؟ فوق الاسانسير على طول، فوق ايه؟ الاسانسير، عشان نغطي القصه بتاعت الاسانسير ما ينفعش السطح بتاع الاسانسير. عشان كده بص غرفه السطح اهو، لو انت جيت بصيت عليها مش هتلاقي فيها حاجات كتير، بيبقى عاملين اوضتين ثلاثه كده بنسميهم مثلا اوضه غسيل، في ناس بتبقى عاملاهم بتطلع تقعد فيهم تمام، في ناس بتعملها مخازن، في ناس بتعمل خزانات، فالتسليح بتاعها والحاجات بتاعتها بتبقى خفيفه، فاهمني؟ لكن غير الحاجات اللي ثانيه اللي تحت. بص لي برده على المشروع اللي انا جايبه معايا ده عشان تعرف ان قصه الاسقف ما بتتعملش كلها حاجه واحده. دي الراجل، بص هنا الراجل كاتب كل حاجه، انا عايز اجيب لك بس لوحه. ايوه ادي سقف، السقف ده معمول ايه كده؟ سوليد سلاب، مش فيه كاميرات؟ سوليد سلاب. راح جه عمل السقف ده، السقف ده كده الانديكيشن ده بتاع مين؟
هولو بلوك وجنبه مين سوليد سلاب، يعني مش حاجه هينه، يعني ينفع اعمل سوليد سلاب وجنبها هولو بلوك، مش عيب ولا حرام. بص كده المنظر ده، ده المنظر بتاع تسليح السلم. يعني بصراحه انا ده انضف لوحه طالب شفتها، انضف لوحه بمعنى كلمه انضف لوحه ذلك انا محتفظ بيها. لا لا الدكاتره بتقترح عليك او بتبقى مديك البيان المعماري وبتطلب من حضرتك ان انت ما تعملش تغيير في الاعمده، في اماكن الاعمده ما تعملش تغيير في اماكن الاعمده، لكن ابعاد الاعمده انت اللي بتختارها، انظم الاسقف انت اللي بتختارها، ويفضل ان انت تعمل فيها تنويع زي ما انا قلت لك. يعني ما ينفعش برضو، يعني حتى لو الدكتور ما قالكش ما ينفعش حضرتك من نفسك كده تروح عامل لي الدنيا كلها ايه فلات سلاب، تريح نفسك وتريح فلات سلاب. يمكن في الواقع برضو ما فيش الكلام ده، ما في الواقع على حسب حاجه اسمها التكلفه. في الواقع مش انت المتحكم الوحيد في الموضوع، خلي بالك. يعني في الواقع مش انت اللي ماسك المشروع زي ما انت متخيل. احنا شغالين على فكره بحلقه، الحلقه دي اسمها اول واحد خالص اسمه المالك، ثاني واحد اسمه المعماري، ثالث واحد اللي هو ملهوش اهميه كبيره اللي هو انت اللي هو الانشائي، تمام؟ لا مش قصدي انت يعني لا اللي هو احنا اللي هو انا اسف، تمام؟ اللي هو الانشائي ده سيبك بقى من ده، يعني ده ده اللي تعبان خلاص. انا قصدي في القوه، انا قصدي في القوه في المشروع. المالك طبعا هو ليه اكبر قوه، بعد كده المهندس المعماري لان هو ده اللي بيضحك على المالك ويقعد بقى يعمل له حاجات غريبه ويقعد يسحل ان احنا ورانا نعمل له ستاتيكال سيستم في الحوار ده، تمام؟ وبعد كده يعني التنفيذ بياخد اللي انت بتديهوله ينزل ينفذه خلاص، يعني ما بيعملش حاجه. طيب ايه تاني؟ يبقى انت شفت كده المنظر بتاع اللوحات، عرفت. بص المنظر، بص الجمال، بص الراجل حاطط البلوكات في الاتجاهين وعامل لك الشبكه وكاتب عليها كل حاجه مظبوطه. هي دي اللوحه اللي انا عايز حضرتك تخرجها لك. انا كده عرفتك يعني ايه منظر اللوحه اللي انا عايز اخرجها، صح الكلام؟ ومكوناتها، واديتك الحاجات اللي هتساعدك فيها. ما انت لما تيجي تعمل تسليح للبلوك مش عارف شكل التسليح ازاي، صح الكلام؟ مش ممكن تاخد دول كوبي وتحطهم عندك وتظبطهم انت بمعرفتك، صح ولا مش صح؟ ايه بقى اللي هيبقى مطلوب مني تاني؟ صح صح. لا لا لا، في شبكه اصلا فوق في التي اس، مش في انت عندك تي اس وبعد كده الربات، تمام؟ لا، في تسليح في الربات ده اللي انت بتتكلم عليه، التسليح اللي انت بتصممه، وفي شبكه كده كده محطوطه فوق في التي اس الصغيره اللي فوق، فالشبكه دي اللي موجوده. مفيش حاجه اسمها ما اتحطتش، يعني ما اتحطتش. احنا كده كده عندنا حصه كامله للتسليح يا باشمهندسين وهنسلم، احنا بس هنا بناخد نظره عامه عن الموضوع. انا عارف ان المنظر يخض، بس كل الكلام ده انت هتعمله هنا في الدبلومه ان شاء الله، واحده واحده تتعرف على كل حاجه من الحاجات دي، صح الكلام؟ انا بس بعرفك، بديك ناخد نبذه موسعه وبعد كده هناخد كل حاجه ايه باختصار. باشمهندس بعد اذنك تعالى كده عشان بس بتفرق في الشركات، في شركات بتشتغل عربي وشركات بتشتغل انجليزي، وانت مش المتحكم الوحيد في الموضوع زي ما قلت لك. انت هتروح على شركه، الشركه دي هتبقى ليها ستاندرد معين شغاله بيه، انت هتشتغل زي ما هم شغالين، ما ينفعش كل واحد يشتغل بمزاجه. كمشروع اشيك او احسن؟ مفيش حاجه اسمها اشيك او احسن زي ما قلت لك، هي على حسب الناس اللي شغاله ازاي. انا اديتها لك عربي تشتغل عربي، انا اديتها لك انجليزي تشتغل انجليزي. يعني ده كان مشروع تخرج بتاع الطالب ده كان انجليزي، انا ما شفتش مشاريع تخرج انجليزي تاني، هو ده المشروع الوحيد اللي انجليزي انا شفته، الناس كلها شغاله عربي. تمام؟ ايه؟ ما هو ده سي اي سي. اللي ده سي اي سي انجليزي فبقول له ده سي اي سي. دي كانت وحده وما كانش عليها درجات. طيب خلينا بقى نخش بعد كده في حاجه اسمها ايه يا باشمهندس؟ حاجه اسمها التمبلت. ايه بقى القصه بتاعت التمبلت دي؟ يا باشمهندس انا كل لما اجي ابدا ارسم هبدا اعمل الحاجات اللي حضرتك قلتها دي. يعني ايه الحاجات اللي حضرتك قلتها دي؟ انت ممكن تعمل لنفسك هي تمبلت دي بترجمتها بالعربي يعني نموذج. النموذج ده يفضل عندك ويفضل شغال على طول. يعني ايه يفضل عندك ويفضل شغال على طول؟ يعني يفضل النموذج ده موجود عندك وتظبط فيه بقى. تظبط فيه ايه؟ دايمنشن ستايل، تكست ستايل، صح ولا مش صح؟ الفريم بتاع اللوحه يفضل مرسوم فيه، صح ولا مش صح؟ ايه تاني بقى محتاجه؟ محتاج مثلا سامبل تكست اخليه جنبي، صح ولا مش صح؟ محتاج اللايرز تبقى متعرفه كلها. طب الكلام ده عامله ازاي؟ بص يا باشمهندس هو في طريقتين بصراحه انك تعمل الكلام ده. في الطريقه السهله او اللي الناس بتعملها او الطريقه العاديه، ان انا اعمل ايه؟ انا ماسك اللوحه دي كده اقوم جايب مشروع اللي حضرتك هتاخده من الدكتور اللي هو بتاع الاوتوكاد واروح حاطه هنا، واخد كوبي وحاطه هنا وابدا اشتغل عليه. وادي اللاير عندي متعرفه اهي، كل لاير
اللير الاعمده ترسمها بيها الاعمده، اللير الكاميرات ترسم بيها الكاميرات، اللير الجهاز ترسم بيها الجهاز، صح الكلام؟ وفي طريقه ثانيه تمام اسهل بقى واشيك واحسن وكل الكلام ده. انا لما اجي بفتح كده صفحه جديده في الاوتوكاد بيجي يفتح من هنا فتح لي درون، صح الكلام؟ الدرون دي لو انا جيت بصيت كده في اللير بتاعتها مش متعرف فيها حاجه، صح ولا مش صح؟ فانا عايز اعمل لنفسي ايه؟ لو جيت تشتغل على تكست ستايل او دايمنشن ستايل مش هتكون متعرف، امال كل الحاجات اللي احنا معرفينها معرفينها في اللوحه اللي هناك. طب انا عايز اعمل بقى لوحه كده تفتح لي فاضيه بس متعرف فيها الدايمنشن كلها، متعرف فيها التكست ستايل، متعرف فيها كل حاجه. اعملها ازاي القصه دي؟ ببساطه في حاجه اسمها التمبلت. التمبلت ده انت تعمل لنفسك نموذج وتخزنه في الجهاز. طب اعمله ازاي النموذج وتخزنه في الجهاز؟ الموضوع بسيط بس على الرغم ان هو بسيط هو مهم. ان انا هاخد اللوحه دي كده وامسح فيها كل اللي موجود فيها، اخد اللوحه دي وامسح كل اللي موجود فيها. هو انا لو جيت مسحت كل الحاجات اللي موجوده في اللوحه دي، اللوحه دي هتفضل فيها اللايرز ولا مش هتفضل فيها اللايرز؟ لا هتفضل فيها اللايرز. لو انا جربت اهو ادي كنترول ام مفروض يعني تمام، وادي ديليت. حلو، اللاير يا باشمهندس موجوده ولا مش موجوده؟ صح ولا مش صح؟ اللاير بتاعتي موجوده، صح ولا مش صح؟ التكست ستايل دي الفونتس اللي احنا فتحناها، الدايمنشن، كل حاجه متظبطه في اللوحه دي، صح ولا مش صح؟ طب ما ايه رايك بسهوله كده تاخد لي اللوحه دي تحفظها؟ طب احفظها ازاي يا باشمهندس؟ بس ارجعها بس عشان اللوحه دي مهمه بالنسبه لي. تمام؟ بعد ما حطيت اللوحه خالص ممكن تحفظها، احفظها ازاي؟ هتدوس لي كده كنترول اس تمام، او تيجي من هنا فايل سيف اس. ماشي يا باشمهندس؟ ايه الاختصار اللي مكتوب تحت كده حضرتك يا باشمهندس؟ اولا ده الفايل نيم، يعني انت هتسميها ايه؟ حلو الكلام؟ فانا هسميها مثلا باسمي، هسميها عبد الله، التمبلت بتاعتي هسميها عبد الله، حلو الكلام؟ تاني حاجه يا باشمهندس، لو انا حفظتها بصيغه دي دبليو جي يبقى انا ما عملتش حاجه، هتبقى كده لوحه عاديه محفوظه عندك في الجهاز، كل ما تيجي تفتحها تفتحها، صح ولا صح؟ لكن في حاجه تحت كده لو انا دوست على السهم ده تحت كده في الاختصارات حاجه اسمها ايه بقى؟ دور عليها كده معايا، التمبلت واختصارها دي دبليو تي. اهي اوتوكاد دروينج دي دبليو تي. بص كده لو عملت كده ايه رايك؟ دي التمبلت اللي جايه الديفولت مع الجهاز، مع الجهاز بتاعك لما بيجي ننزل بينزل نسخه الكاد يعني بينزل معاك حبه تمبلت. يعني مثلا هو عامل مثلا هنا ايه، في تمبلت اهي لل 3 دي، في تمبلت ثانيه اسمها ايزو، في تمبلت ثانيه اسمها اكاد، فاهم؟ فهو مديك كذا تمبلت، انا عامل لنفسي تمبلت فوق اهي اسمها ايه؟ اسمها عبد الله. فانت هتعمل نفس الكلام، احفظ التمبلت بتاعتي باي اسم وبقت موجوده عندي. لما اجي افتح وعايز افتحها بسهوله افتحها ازاي يا باشمهندس؟ اجي هنا اهو واروح جاي وانا بقول لك بص هنا كاتب تحت ايه؟ وفوق هنا كاتب ايه؟ تمبلت. لو جيت ادوست كده بص يا باشمهندس ايه رايك؟ مش دي التمبلت بتاعتي؟ دي التمبلت بتاعتي ولا مش دي التمبلت بتاعتي؟ اخترت التمبلت هتروح شغاله التمبلت بتاعتي اهو يا باشمهندس. اللاير بتاعتك موجوده، دايمنشن ستايل موجود، كل حاجه موجوده، تبدا ترسم بروائح في مشروعك قدام. ايه رايك في القصه دي؟ قصه كويسه؟ قصه تعمل؟ بدل ما كل شويه تقعد تعرف لي ليه وكل شويه تقعد تعمل القصه دي، لا انا بسهوله بقى عندي تمبلت جاهزه لي انا، اول ما افتح برنامج الاوتوكاد انزل اختار التمبلت بتاعتي خلاص. وممكن كمان حركه لو انت عايز تعملها يعني انك تعملها الديفولت تتفتح على طول اعمل، مفيش مشكله. طيب ها يا باشمهندسين، في حد كده عنده مشكله؟ حد هنا باقي عندي ان انا اخد مين؟ اوامر التعديل. قصه بقى اوامر التعديل دي تعال نشوفها مع بعض. بص انا جايب لك كام امر تعديل، احنا طبعا في منهم حاجات قلناها وفي حاجات ثانيه عايزين نكمل فيه، صح ولا مش صح؟ ايه اللي اخدناه من الحاجات دي؟ اخدنا الامر بتاع دي تكست، خلينا نراجع لك منهم عليهم من هنا كده نشوف واحده واحده، لو بحيث ان لو حاجه مش فاكرها او حاجه ما قلناهاش نقولها تاني. حلو الكلام؟ خدت حاجه اسمها ايه؟ الدي تكست. فايدتها ايه الدي تكست دي؟ اللي احنا كنا بنعمل بيها ايه؟ ان حضرتك لما كنت بتيجي تكتب يا باشمهندس، بص معايا، لما كنت باجي اكتب اروح انا كده على اي كتاب اهو، واجهه اماميه واروح مختارها يطلعها لك بالمنظر ده. امال الاول كانت بتطلع ازاي؟ لا كنت بتكتب على الشاشه، صح ولا مش صح؟ يبقى دي كانت فايده الدي تكست. انا براجع معاك اهو على الايه؟ على الحصه اللي فاتت والاوامر اللي اخذناها واحده واحده. بعد كده خدنا الامر اللي اسمه اوبس ده، صح ولا مش صح؟ كان فايدته ايه اوبس ده؟ اوبس ده كان فايدته ان انا لما اكون راسم حاجه وبعدين مسحتها وكملت رسم وعايز اجيب اخر حاجه ممسوحه بكتب تحت هنا في الكوماند بار حاجه اسمها اوبس، يروح جايبها لي، صح ولا مش صح؟ ايه تاني يا باشمهندس؟
ايه تاني من الاوامر اللي احنا اخدناها؟ خدنا امر فايند اند ريبليس ولا ما خدناهوش؟ طيب تعالى بقى ما نشوف امر فايند اند ريبليس ده. طيب واحده واحده كده. امر فايند اند ريبليس ده يا باشمهندس، انا جيت لا قدر الله عندي مشروع ورسم فيه بالمنظر الجميل اللي انا شايفه ده، حلو الكلام، عملت النموذج والدنيا كويسه معايا والدنيا جميله ومفيش اي مشكله عندي، حلو. بعد ما عملت النموذج والدنيا جميله معايا وانا مبسوط قوي، اكتشفت في اخر المشروع ان ده ما كانش النموذج المفروض، ده ما يبقاش كاف 5 تمام، كان النموذج ده المفروض يبقى كاف 2، صح الكلام. وانا رسم كام لوحه؟ انا رسم 5 او 6 لوحه، كل مره النموذج ده متكرر فيها 12 مره، صح الكلام. يبقى انا هقعد اغير كام حاجه؟ 12 في 6 يعني هغير 80 مره، صح الكلام ولا مش صح؟ فده طبعا موضوع صعب جدا. طب الكلام ده يتعمل ازاي بسهوله؟ تيجي تروح على التكست، ركز معايا، ده التكست مثلا اللي انا عايز اغيره اللي هو اسمه كاب 5، اضغط عليه اتفتح التكست او واخده كوبي، كليك يمين وكوبي واقول له شكرا اقفل لي، صح الكلام. واجي اشغل امر اسمه ايه؟ فايند، مفيش حاجه اسمها فايند اندر، هو اسمه فايند، حلو الكلام. وادوس له انتر، بيقول لي فايند وات، عايزني ابحث لك عن ايه في اللوحه دي كلها. هقول له لو سمحت كنترول بي. ليه خدتها كنترول سي كنترول بي؟ عشان حضرتك مش هتعرف تكتبها هنا، مش حضرتك ايه مش هتعرف تكتبها هنا، يبقى انت شوف انت عايز تبحث عن ايه، شوفها مره واحده، خدها كنترول سي وكتبها. بعد كده اقول له ايه لو سمحت ايه فايند، هيبدا ينقل لك مره ورا مره هي فين. طب انا مش عايز فايند، خلاص فايند دي لو حاجه تانيه مني في اللوحه هعرف اجيبها. طيب لكن اللي انا عايز اعمل ايه بقى؟ الامر المهم اللي تحت ده اسمه ايه؟ ريبليس. طب انا عايزها بدل ما هي تبقى كده، لا ده انا لو سمحت خد لي كوبي تاني كده وحطها لي تحت واخليها ايه؟ بدل ما هي كانت كاف 5 بعد اذنك خليها لي كاف كام؟ كاف 8، حلو الكلام. وبدل ما هي كانت 12 في 70 لا ده معلش ده طلعت معايا انا 25 في 70. واقول له عندك كام امر دلوقتي؟ في ريبليس ان هو هيغير واحده بس اللي هو محددها دلوقتي واقف عليها تمام، او في ايه؟ ريبليس اول، يبقى هيغير لي كل اللي موجود عندي. فانا هاجي اقول له ايه؟ ريبليس اول. بص بقى هيكتب لك ايه في الاخر بعد ما يخلص. انا لقيت 16 اوبجكت اسمهم الاسم ده تمام، وغيرتهم لك كلهم بالاسم كده، يبقى انت في ثانيه خلصت الحوار بتاعك ولا ما خلصتوش؟ فهمت القصه دي؟ طيب ده كلام جميل. غير الاسم بتاع الكاميرا، بدل ما هو كان اسمه كاف كذا وابعاده كذا، بقى كل الكاميرات اللي لها نفس الاسم دي بقى اسمها كاف كذا وابعادها كذا. وكتب لك في الاخر هم عددهم كام، انا اخترت 16 واحده، هم دول ال 16 واحده اللي كانوا موجود في اللوحات اللي انت فاتحها دي كلها، وانا غيرتهم لك بدل الاسم ده خليته بالاسم ده في ضغطه واحده في ثانيه واحده تمام. حلوه الحاجات دي. بص هنا بقى بكتبها اسمها ايه يا باشمهندس؟ كاف 8 25 ب 70. ولو دورت على اي حاجه ثانيه هتلاقيها كلها اتغيرت بالايه؟ باللي احنا قلناه. طب ايه ثاني؟ قال لك ساعات يا باشمهندس انا بقى ايه خلاص قررت ان انا هعمل اللوحه بتاعتي انجليزي تمام، وما شاء الله انت عارفني يعني في الانجليزي وقت ما فيش زي، وقمت داخل بقى اللوحه وجايبها للدكتور، وبدل الدكتور يا ابني اللي انت كاتبه ده ستراكشر انجينير، طب ما شاء الله عليك انت يعني انت مش عايز تتعلم مشروع تخرج، عايز تروح ثاني تاخد كورس انجليزي. طب بدل الاحراج بقى ده يا تعمل لوحتك عربي تمام، يا اما تعمل ايه؟ لو حضرتك عندك لوحه انجليزي بالمصدر ده تعمل حاجه اسمها التشيك سبيلنج. يعني احنا كان عندنا زمان كده وانت بتكتب على الوورد ربنا بيكرمنا، وعلى الموبايل كل ما تكتب كلمه غلط يقول لك يا حبيبي الكلمه دي غلط، ويروح يعلم لك عليها علامه حمراء كده ويقول لك ايه ممكن اغيرها لك بكذا كلمه يعني بدل ما تحرج نفسك، حلو؟ ده نفس الكلام ده موجود عندنا هنا في الوورد او موجود عندنا هنا في الاوتوكاد. يتعمل ازاي بقى الكلام ده؟ في حاجه اسمها ايه؟ اس بي. اس بي دي اختصار لكلمه تشيك سبيلنج، صح الكلام؟ يعني تشيك بالسي بس هم كاتبينها تشيك سبيلنج بالايه؟ بالاس. حلو الكلام يا باشمهندس؟ بعد كده بيقول لك ايه لو سمحت؟ لو قلت له ستارت هيبدا يبحث في الملف كله، طب الملف ده كله ده كان فيه ايه؟ كان فيه حاجات عربي وانجليزي، البرنامج ده شغال على العربي؟ لا، ولا هيعدل لك عربي ولا هيجي لك في الحاجات دي او القصه دي تعملها لما انت تبقى بتتكلم في ايه؟ حاجه انجليزي، لانه هيطلع لك العربي كله اخطاء، لانه بالنسبه له هو اصلا مش شايف الكلام ده. انت خلي بالك انت فاكر لما كنا بنفتح تكست العربي ده ونيجي كان بتكتب ايه؟ كنا بنفتح حروف انجليزي وهو بيكتبها عربي تحت، لان الكلام ده مرسوم اصلا، مش هو البرنامج ما فيش انكلودد فيه اللغه العربيه ولا هو ليه علاقه بيه. فعشان الحته دي تشتغل مع حضرتك صح تروح دايس لي بلوس كده وتحدد لي التكست الاول اللي هو ايه؟ الانجليزي، وتروح عامل لي عليه ايه؟ اس بي. بص كده يا باشمهندس اول كلمه عندك حضرتك كاتبها لي كده استراكشر، صح الكلام؟ لكن هي الصح بتاعها ان هي تبقى استراكشر، في ناقصه تحب اعدلها لك ولا تعمل لها اجنور؟ هقول له طب خلاص ماشي
هات لي بقى اللي بعديه. اقول له تشنج، راح مغير، صح الكلام؟ بعد كده كلمه انجينير حضرتك كاتبها غلط، فاضل فيها حرف الاي، فيروح حضرتك بيقول لك ادي هم دي الحاجات اللي موجوده عندك، انت عايزها انجينيرنج ولا عايزها انجينيرز ولا عايزها ايه بالظبط؟ خلاص اقول له ايه تشنج، فراح قايل لك ايه اللي تشيك سبيلنج ايه، خلاص انا الجمله دي كده مبقاش فيها اي حاجه في السبيلنج غلط، وانا عدلتها، تدوس له اوكي وتخرج من الامر عادي، تلاقي الجمله بتاعتك بقت مظبوطه ومفيش فيها مشكله. فهمت القصه دي؟ فهمت الحته دي؟ تمام. خدنا ايه تاني من الاوامر بتاعه التعديل؟ في ثلاث اوامر تحت بعض هنا مكتوبين هم يا باشمهندس، حاجه اسمها ريجيد وحاجه اسمها بيرج وحاجه اسمها الاوفر كات. ايه فايدتهم دول؟ احنا عارفين مشكلتنا الاساسيه مع الكات ايه هي؟ التهنيك. الثلاث اوامر دول فايدتهم ان هم يفكوا التهنيك شويه بتاع الجهاز. ريجن دي زي ريفرش، ريجن دي زي ايه؟ زي ريفرش، تعمل ريفرش للجهاز. احيانا كده بتلاقي الزوم بتاعك معلق، مش عارف تخش زوم او تطلع زوم، او وصلت لمرحله معينه من الزوم مش راضي يعمل زوم تاني، فبتضغط الامر اللي اسمه ريجن. ريجن ده اختصاره ايه؟ ار اي. فهتلاقي ريجن، فبمجرد ما بتدوس له ريجن ده كانك عملت ريفرش كده ايه للكاب بتاعك. الامر الثاني امر اسمه بيرج. احنا اتفقنا ان احنا عندنا حاجه اسمها تحت اسمها ايه؟ الكوماند بار، صح الكلام؟ الكوماند بار ده هو ايه؟ الماسنجر بتاعي وايه؟ مع الجهاز بتاعك بتاع الاوتوكاد، صح ولا مش صح؟ طيب انا الماسنجر ده بيحفظ كل حاجه، كل الخطوات اللي احنا عملناها من اول ما فتحنا الرسمه دي الماسنجر ده متخزنه فيه، وبالتالي حجم الفايل ده عمال يزيد لان كل الكلام ده محطوط في الهيستوري بتاعك. فبيرج ده بيمسح الهيستوري ده ويبدا الكوماند بار من اول وجديد، كانه بايه؟ بيمسح الهيستوري دي كلها، وبالتالي حجم الملف بتاعك يقل، وبالتالي الدنيا تبقى اسرع، لو برنامج مهنج ولا حاجه اشتغل اسرع. الامر الاخير اسمه اوفر كيل. اوفر كيل ده في احيانا حضرتك بتبقى رسم خطوط الخط رسمه مرتين، صح الكلام؟ رسمه مرتين فوق بعض، فهو بيروح عامل تشيك كده على الموديل او على الرسمه اللي حضرتك رسمها دي كلها، ويشوف لو في خطوط متراكمه، في خطوط ملهاش لازمه، في حته كده انت راميها في اي حته، يروح مسحها لك ومظبطها. يبقى الثلاث اوامر دول اول ما تلاقي الجهاز بتاعك تيجي تعمل ايه؟ تعمله. لو الجهاز بتاعك ما اشتغلش يبقى الجهاز ماله؟ تروح بقى ايه؟ عامل ريستارت وربنا يكرمك. تمام؟ في مشاكل؟ عرفنا الثلاث اوامر دول. طب تعالى ما نشوف الامر بيرج ده بيتكتب ازاي؟ اختصاره بي يو شغال صح؟ هو شغال بس كده. تمام؟ هتيجي تقول له انا عايز اعمل، بص خلي بالك هو كاتب لك ايه؟ دي الايتمز، الايتمز اللي هو اشتغل عليها. طب انت عايز تعمل بيرج ايه؟ فاحنا هنقول له ايه؟ احنا عايزين نعمل ايه؟ بيرج اول، بيرج اول ايتمز، وخلاص هيقول لك كده خلاص ان الفايل اتعمل، وبعد كده المفروض ان الفايل يبقى تحت مساحته اقل وتقدر تشتغل عليه بسهوله. في مشاكل؟ الكوماند بار بيبقى متخزن فيه حاجات كتير، والبرنامج متخزن فيه حاجات كتير، فانت بتفضل الهيستوري بتاعتك كانك انت لسه فاتح الملف الاول. لا ده اوفر كيل. اوفر كيل ده اللي هو ان انت لو في عندك تراكم في الخطوط او خطوط مالهاش لازمه يمسح. انت لو جينا على فكره جربنا الامر بتاع اوفر كيل ده عشان تبقى انت فاهم، بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ سيلكت الاوبجكت اهو يا سيدي، وادوس له انتر. بص بقى كده يا باشمهندس كاتب لك ايه؟ انت عايز تعمل اوفر كيل لايه بالظبط؟ يعني ايه نوعيه الفلتر اللي انت عايز تعمله؟ ايه نوعيه الفلتر اللي انت عايز تعمل؟ هو محدد لك بقى انت عايز تعملها باللير ولا الاثنين اللي هم سيكنس مثلا فوق بعض هم اللي مسحهم لك، ولا الاثنين اللي ليهم نفس اللون هم اللي مسحهم لك، يعني لو في خطوط متراكمه انهي خطوط اللي مسحها؟ فاهمني؟ فانت تختار له وتحدد له الحاجات اللي انت عايز. طب لو اثنين هم الاثنين نفس اللاين ويت وخطين مرسومين فوق بعض، فانت اللي بتحدد الخصائص اللي انت عايز ايه؟ تعمل. تمام؟ في مشكله كده يا باشمهندس؟ مفهومه القصه دي؟ تعال نشوف كده ايه تاني بقى في الاوامر عايزين نقول. عملنا القصه دي كلها، تعالى بقى ما نشوف القصه بتاعت الباوتش. بص يا باشمهندس ده ايه اللي احنا بنرسمه ده؟ مثلث عايز اقفله تدايس كلوز، صح ولا مش صح؟ رسمناه كده المره اللي فاتت. تمام؟ ده كده لما اجي اختاره الخط ده لوحده، صح ولا مش صح؟ والخط ده لوحده والخط ده لوحده، لان ده كده مرسوم بين لاينز، كل لاين لوحده، صح ولا مش صح؟ لكن لو جينا رسمنا جبنا الامر ده اللي اسمه ايه؟ بولي لاين، وبدات ارسم ده كده لما اجي اختار يختار الشكل كله. طبعا حضرتك عارف الفرق ما بين الاختيار الاخضر والازرق. الاخضر بص انا لو اخترت كده اخضر اخترت جزء بسيط، مع ذلك هو اختار الشكل كله. هنا
اختار لي الخطين دول، مش اختار الخطين دول عشان هو بايظ، لا اختار الخطين دول، هو بيختار كل الخطوط كامله اللي متقاطعه معاه، لذلك هو ما جابش اللي هناك ده، على عكس الازرق. الازرق بص لو انا جيت اخترت ده بالازرق مش هيرضي، صح ولا مش صح؟ لازم تختار يبقى كل الرسمه جواه عشان يقدر يعمل عليها سيلكت. فهمت الاختيار ما بين الرايت سيلكشن والليفت سيلكشن؟ طيب مش ده اللي احنا عايزين نقوله اصلا؟ حلو الكلام. عشان احول ده سيادتك من ده لده يتحول ازاي؟ امر جوين، صح الكلام. طيب ادي امر جوين اهو، كده بقى حاجه واحده. في حاجه تانية تحوله غير بلوك؟ ازيك غير بلوك عشان مش هستخدم بالظبط. في امر اسمه باوند، امر اللي اسمه باوندري ده يا باشمهندس بتعمل بيه ايه؟ بتحول برضو لو حاجه عندك مش ما هياش شغاله بولي لاين وانت عايز تحولها تبقى بولي لاين، تقدر تعملها بالقصه دي. طب اعملها ازاي الامر بتاع باوندري ده؟ اختصاره ايه؟ بي او جاب لي باوندري، بيقول لك ايه بقى؟ هات لي البيج بوينت، هات لي البيج بوينت. فهقول له خلاص انا هجيب لك البيج بوينت اهو، تيجي جوه الشكل وتضغط دوسه واحده وتسلو انتر كده. الشكل ده بقى ايه؟ الشكل ده بقى بولي لاين، او مش بولي لاين، هو بقى حاجه اسمها باوند. باوند دي يعني هي صفه متقدمه شويه من البولي لاين. هستخدمها في ايه؟ هستخدمها في عمل الحصر. انا لما هي على فكره هاجي اعمل هنا معاك الحصر، القصه بتاعت الحصر هعملها لك باكتر من طريقه. هعملها لك بايه؟ باكتر من طريقه. منهم طريقه ما بتشتغلش غير بالطريقه بتاعت ايه؟ البولي لاين. يعني احنا مش احنا في شريط اوامر كده كنا ظهرناه مع بعض. اه طبعا باوندري دي لازم يبقى حاجه معقوله. ما انت بتختار بيج بوينت زيها زي مين؟ زي الهاتش، صح الكلام. ما هو الهاتش انت لو خلي بالك ان انا وجيت عملت مثلا اهو ده معمول بالمنظر ده كده، حلو الكلام، وجيت اقول له اعمل لي هاتش مش هيرضى. هيعمل ايه؟ بص كده، عشان دي كانت مشكله حصلت مع حد امبارح اهو يا سيدي، ادي البيج بوينت بتاعتي. هو معلش في حاجه ما قلتها لكمش، طالما الاشاره دي حضرتك مش ظاهره، المؤشر ده طالما مش ظاهر يبقى البرنامج مهنج. يعني طالما البرنامج جايب لك علامه سهم يبقى البرنامج لسه ما اشتغلش، لكن طالما جايب لك المؤشر ده كده يبقى البرنامج شغال معاك. بص كده انا وجيت اخترت مش راضي، مش راضي وبس، ولا كاتب لك ايه؟ بص الحركه الجميله بقى اللي بيعملها، بيقول لك الخطين دول يا باشمهندس مش مربوطين ببعض، بمجرد ما انت الخطين دول يرتبطوا ببعض خلاص الموضوع ده هيشتغل معاك وتقدر تعمل هاتش. غير كده الهاتش مش ايه؟ مش هيشتغل. خلاص كده يا باشمهندسين، تعالى بقى نكمل. يبقى انا عرفت الفرق ما بين ده وده. بص هنا بقى يا باشمهندس، العلامه اللي انا بقول لك عليها اللي احنا بنستخدمها في الحصر اللي هي الحاجه الجميله دي اللي هي اسمها ايه؟ الريجن او الايه؟ الماس بروبرتيز. اول ما بتختارها كده البرنامج جايب لي علامه سهم، يبقى كده البرنامج ايه؟ مهنج. اول ما كده خلاص خلصت كده بدا ايه؟ يبقى كده البرنامج شغال معايا. راح جايب لك هنا ايه؟ سيلكت الاوبجكت وادوس له انتر. كاتب لك ايه تحت يا باشمهندس؟ اقرا اللي تحت، بيقول لك النو سوليدز اور ريجن سيلكت. تمام؟ يبقى الامر ده بيشتغل على ايه؟ على الحاجات اللي معموله ريجن. والريجن دي بعملها ازاي؟ بالامر بتاع باوندري. عشان كده علمتك دلوقتي القصه بتاعه الامر بتاع باوندري. هي اصلا الاوردر ده اللي احنا كنا بنعمله ده هيعمل ايه؟ الاوردر ده هيجيب لك المساحه. طب هي المساحه دي كنا بنعرف نجاوب تاني بامر ايه؟ علمتكم طريقتين، طريقه من البروبيرتس، صح الكلام، وطريقه ثانيه من ايه؟ من ليست، صح ولا مش صح؟ فهمنا الامر ده فايدته ايه؟ الشريط اللي انا اظهرته فوق ده اهو، الشريط ده بتاع الانكوري اللي هي ايه؟ الحصر. طبعا احنا هنتعلم مع بعض ان شاء الله هنا بالتفصيل الحصر واحده واحده. هعلمك ازاي تعمل حصر في شتات اكسل، ازاي تعمل حصر عن طريق اوتوكاد، ازاي تعمل حصر بطريقه مبسطه، وازاي تعمل حصر عن طريق البرنامج اللي هو الجزء الثاني من الحصه اللي هو بتاع فيزيد ده. اتفضل. ايه تاني يا باشمهندسين من الحاجات دي كنا عايزين نقولها وما قلناش؟ قلنا طبعا الامر بتاع السنتر لاين والسنتر مارك والكلام ده كله. تعالى بقى هنا في القصه، في القصه بتاعت التي كاونت، وفي القصه بتاعت الكليب بورد، صح الكلام. دول بقى من الحاجات المهمه جدا، وفي كمان القصه بتاعت الميد بتوين تو بوينت. طب تعالى اما نمشيهم مع بعض واحده واحده. تعالى اما نبدا بايه؟ بالقصه بتاعت الميد بتوين تو بوينت. جيت انا رسمت مستطيل اهو، صح الكلام.
جيت اقول لك انا عايز اعمل موف للمستطيل ده، عايز احرك المستطيل ده، بس عايز امسكه وانا بحركه امسكه من النقطه من النص من المنتصف بتاعه من السنترويد. قلت طب انا سهل يا باشمهندس، فده في اوتوكاد 2017 اجي تحت هنا يا باشمهندس اهو واجي على السهم تحت اوبجكت سناب واختارها مش موجوده صح؟ ما هياش موجوده. ما هياش موجوده ليه؟ انا شغال دلوقتي على نسخه كام؟ 2015. الامر ده موجود في كام؟ 2016 في 2017 في المفروض، صح الكلام؟ طب اعملها ازاي؟ هل ملهاش حل؟ هل ما تتعملش دلوقتي؟ لا تتعمل، بس تعمل بخطوات طويله شويه. انت عايز تعمل ايه؟ موف، صح الكلام؟ موف وامسك ده منين؟ من السنتر بتاعي. طب هو السنتر بتاعك الشكل ده فين؟ منطقه تقاطع القطرين، صح الكلام؟ القطر ده مع القطر ده متقاطعه، هو ده السنتر بتاع الشكل ده. طيب اجيبها ازاي بقى القصه؟ عايز اعمل موف. طب ما تيجي تعمل امر موف اهو، بيقول لك سيلكت الاوبجكت اهو وادي له انتر، بيقول لك ايه بقى؟ هات لي البيس بوينت بعدين. طب اجيبها منين؟ لو انت في 2017 بتعمل كده تلاقيها موجود، صح الكلام؟ لكن هنا هتروح تقيس لي ايه بقى؟ شيفت كليك يمين في امر اسمه ميد بتوين تو بوينتس. فين التو بوينت بتوعي؟ هنا وهنا. الشكل ده بقى ممسوك منين؟ من السيشن. فاهمين القصه دي؟ عرفنا ده الحل الوحيد عشان تحل القصه بتاعت السندروم. لو في 2017 كان في ثانيه كنا بنقيس بنجيبه زي ما وريت لك الحصه اللي فاتت. فهمت القصه دي؟ طيب ايه تاني يا باشمهندس عايز تقوله لنا في الحاجات دي؟ في الحاجات دي تانيين يا باشمهندسين، احنا قلنا القصه بتاعت السنترويد دي قلناها المره اللي فاتت، والقصه بتاعت السكيل والستريتش. اهم حاجه بقى القصه بتاعت الكليب بورد. بص يا باشمهندس ايه القصه بتاعت الكليب بورد دي؟ عشان دي حاجه مهمه قوي. الميد بتاع التو بوينت، تاني نقول القصه بتاعت الميد بتوين تو بوينت. بص يا باشمهندس كده انا عايز اجيب الميد بتاع التو بوينت، صح؟ اخترت الشكل، هو ده الشكل اللي انا عايز اعمله موف. دوست ام وبعدين موف، بيقول لك حدد لي بعد اذنك الايه البيس بوينت اللي انا هحرك منه. شيفت وكليك يمين، ده بيجيب لك الاوبشن بتاعت السناب بتاعتك. اختار ميد بتوين تو بوينت واختار النقطه دي واختار النقطه دي وابدا احرك زي ما انا عايز، تمام؟ ايه القصه اللي انا عايز اقولها؟ بص يا باشمهندس، لو انا جاي فاتح لوحه جديده اهي، صح الكلام؟ لوحه جديده انا عايز ازيد لوحه فاضيه، افتح لي لوحه فاضيه، ماشي؟ فالراجل فاتح اللوحه الفاضيه بتاعته دي كده، وانا عايز اخد بقى الرسومات دي. حضرتك انا عايز اخد الرسومات دي من هنا احطها في اللوحه الثانيه، اخدها ازاي؟ امر كوبي مش هينفع. ان انا اخد بامر كوبي مش هينفع، صح ولا مش صح؟ ما انت بعد ما تقول له امر كوبي هيقول لك ايه؟ حدد لي البيس بوينت، صح؟ اروح محدد البيس بوينت، اجي احرك، انا عايز انقلهم بقى اللوحه الثانيه، اخدهم ازاي؟ ففي عندك امر هنا كده، لو انا جيت كليك يمين في امر اسمه ايه؟ كليب بورد. كليب بورد ده لو انا قلت له انا عايز اخد حاجه كوبي، بيقول لك ايه؟ سيلكت الاوبجكت لو سمحت. هو انا القصه بتعمل معايا ليه كده يا باشمهندس؟ مش معدل مين؟ مش معدل الاوبشن، فاكرين الاوبشن اللي احنا عدلناه المره اللي فاتت؟ كنت بعمله ازاي الاوبشن ده؟ افكرها لكم اهي. الاوبشنز، صح الكلام؟ واجي على انهي واحده؟ سيلكشن والغي دي، يبقى انا كده الاوبشن هيشتغل معايا. بص دلوقتي زي الفل، دوس لي بقى كليك يمين، خش لي على مين؟ كليب بورد، واخده. في عندك امرين، في امر اسمه كوبي وكوبي ويز بيس بوينت، اللي بنستخدمه على طول كوبي ويز بيس بوينت، لان انا مش عايز ايه ارمي في اي حته، انا عايز ارمي في نقطه معينه. هقول له يا سيدي بعد اذنك خدها لي كوبي ويز بيس بوينت، فين البيس بوينت بتاعتك؟ اهي. خلاص كده؟ طب وبعدين اعمل ايه يا باشمهندس؟ كده مش هتعمل حاجه باللوحه دي، انت تروح بقى تفتح اللوحه الثانيه وتقول له نفس الاوردر هنا واقول له ايه؟ بيست. في عندك اوردرين، في حاجه اسمها بيست وفي حاجه اسمها ايه؟ بيست از ايه؟ بلوك. بيست يعني هيجي لك كانه رسم، بيست از بلوك هيجي لك كانه ايه؟ بلوك. طب احنا بنستخدم مين؟ بنستخدم بيست. ها احطها فين؟ بيقول لك فين هي؟ تفتكر احط الانسيرشن وين فين؟ طب انا عايز احطها ايه؟ في الصفر والصفر، انزل تحت واكتب له صفر كوما صفر وادوس له انتر. كده هو حطها فين؟ عند الصفر والصفر، مش قادر بالمناسبه ما بصش قد ولا اعرف حاجه. هنبقى نشوف، ماشي؟ بس انا عامه انا هنا ما دوستش قد وفتحت صفر وصفر، ماشي؟ في مفهومه دي يا باشمهندسين؟ نعم؟ القصه بتاعت السلكت بتاع الاوبشن ما احنا لسه عاملينها المره اللي فاتت، بدوس هنا اوبشن تمام؟ واجي هنا عند السلكشن والغي الاوردر اللي تحت ده، كان متعلم عليه صح؟ انا لغيته. لحد دلوقتي في حد عنده مشاكل في اللي انا قلته؟ في حاجه مش مفهومه؟
ايه تاني بقى؟ خلاص اخر حاجتين عايز اقولهم هنا في الاوردرات دي، الحاجات المهمه اللي فيها خلاص عايز اقولها. طيب في حاجه اسمها القائمه دي والقائمه دي، في قائمه اسمها بارامتريك وقائمه اسمها اكسبريس. القائمه بتاعه بارامتريك دي لو انا جيت رسمت لاين كده حلو يا باشمهندس، وجيت قمت راسم لاين تاني كده ماشي، عايز احط عليهم كونسترين معين. يعني ايه كونسترين؟ يعني قيد. حلو الكلام. عايز احط عليهم قيد معين. يعني ايه قيد معين؟ يعني شرط معين، مهما انا غيرت القصه دي يفضلوا الحاجتين دول محققين نفس الشرط. يعني انا عملت لهم ايه؟ عملت لهم سكيل، عملت لهم موف، عملت لهم اكستنشن، عملت لهم ستريتش، عملت لهم اي حاجه، يفضلوا محافظين على نفس الشرط ده. اعملها ازاي؟ من حاجه هنا اسمها بارامتريك، في حاجه اسمها ايه؟ جيومتريك ايه؟ كونسترين. انا عايزهم يفضلوا موازيين مع بعض مهما حصل، فهدوس على باراري. صح الكلام. اقرا، احنا زي ما قلت لك اي اوردر جديد انا عايز اتعلمه في الاوتوكاد اتعلمه ازاي؟ اتابع مين؟ الكوماند بار. قال لي شمال اروح شمال، قال لي يمين اروح يمين، قال لك ايه هنا يا باشمهندس؟ سيلكت الفيرست اوبجكت اهو، بعد كده سيلكت السكند اوبجكت اهو، ايه اللي ظهر عليه؟ دي العلامه بتاعه الاستريم. بص بقى حضرتك كده، لو انا جيت حركت ده التاني بيتحرك معاه بحيث ان هو يفضل ايه؟ موازي لي. فهمت كده؟ فهمت القصه بتاعت الكونسترين دي؟ تقدر بقى تعمل بيها اي كونسترين، هستخدمها في شغلك او هتستخدمها في شغلك. لو انت عايز تحرك مثلا كاميرا من مكانها، عايز تعمل ستريتش للكاميرا بحيث ان اصلا القصه دي تفضل زي ما هي موازيه، عايز بقى تعمل حاجه عموديه على حاجه وتفضل تتحرك بيها زي ما انت، تستخدمها في كذا حاجه قدامك. تقدر تعمل، خلاص فهمناها بتعمل ازاي يا باشمهندس؟ من هنا كده. ده لو انت رسام اونلاين. ماشي. ايه تاني يا باشمهندسين؟ لو انا عايز الغيهم بقى ده دادلي. امر ستريتش ده بيتعمل بمنتهى البساطه، ان انت لو عندك حاجه كده حاجه مرسومه وعايز تمدها، بس احنا ما بنستخدمش امر ستريتش ده خالص في اي حاجه بصراحه. يعني انت لو عندك مثلا مستطيل اهو، انا جيت رسم مستطيل، المستطيل ده انا عايز اكبره، فانا ممكن اصلا بسهوله اعمل ايه؟ لو جيت تعمله كده ما بيكبرش معاك صح، فانا اسيبه اهو كنترول زد وتعمل الامر بتاع ايه؟ ستريتش. بيقول لك سيلكت الاوبجكت اللي عايز تعمله ستريتش اهو، ودوست انتر، سيلكت البيس بوينت اهي كده. بيعمل ايه؟ ها كده بيعمل موف. طب انا عايز اخليه ما يعملش موف، عايز اخليه يعمل ستريتش. يبقى انت المفروض انت بتعلم على ايه وانت بتعمل ستريتش؟ ما تعملش ستريتش من نقطه واحده، ما انت ستريتش من نقطه واحده هينقل. امال اعمل ستريتش منين؟ من خط. يعني اشد من ايه؟ من خط. انا دلوقتي، ما انا دلوقتي لما شدته من خط بص هنا كده بيعمل ايه؟ كده هيعمل ستريتش معايا اهو، عشان اصلا مش مشغل الامر. لكن انت حضرتك عايز تعمل ستريتش، يبقى لازم تبقى مختار ايه؟ خط كامل تحرك منه. يعني يجي يقول لك اختار، هو بيقول لك بيخيرك في حاجتين، يا اما تختار نقطه يا اما تختار خط. نقطه هيعمل لك ايه؟ مو صح الكلام. خط هيعمل لك ايه؟ ستريتش. يعني ايه ستريتش؟ يعني يمد الكلام ده. حلو الكلام. طيب ايه تاني؟ اخر حاجتين كنا عايزين نقولهم. القائمه بتاعه اكسبريس يا باشمهندس، القائمه بتاعه اكسبريس دي فيها حبه اوبشنز كده، اللي احنا هنستخدمه منهم ان انت لما تيجي عندك الدروينج او تيجي حاجه اسمها الفايل تولز. لو انا فاتح دلوقتي زي ما قلت لك، انا فاتح 50 حاجه جنبي صح الكلام، القائمه بتاعه اكسبريس دي يعني عايزك تستكشفها كده مع نفسك، فيها حاجات جديده. حلو الكلام. انا فاتح 50 شاشه قدامي، عايز اقفل الشاشات دي كلها صح الكلام، بعمل ايه؟ اول حاجه اعمل لهم ايه؟ سيف اول دروينج واسيبه يعمل اوردر، وبعد كده اعمل له ايه؟ اقول له كلوز اول دروينج، وممكن اقول له ايه؟ كوايت اكزيت. طالما انا عملت سيف صح الكلام، خلاص كوايت اكس ده هي البرنامج كله في ثانيه واحده. خلاص فهمت. طب ايه تاني يا باشمهندس؟ في حاجه بقى اخر حاجه كده خالص عايز اقولها لك في الامر ده، ركز معايا عشان دي مهمه. رسمت انا خط كده باللون الاصفر، وقمت جاي راسم خط كده باللون الاحمر. حلو. مين اللي ظاهر؟ مين اللي ظاهر؟ مين اللي ظاهر فوق؟ الاحمر صح الكلام. عايز اخلي الاصفر هو اللي ظاهر فوق، اعملها ازاي؟ في حاجه هنا كده لو دوست كليك يمين اسمها ايه؟ مش موجود، هي اسمها درو اوردر بس مش موجوده دلوقتي. مش موجود دلوقتي عشان انا لازم اختار ايه؟ عنصر. مش انا عايز الاحمر ده صح الكلام، عايز اخليه تحت، هو دلوقتي فوق عايز اخليه تحت، او عايز اخلي الاصفر ده هو اللي فوق. اعملها ازاي؟ اهو اجي هنا بقى عندك ايكون اسمها ايه؟ درو اوردر. في حاجه اسمها عندك ايه؟ برينج تو فرونت، طلعهولي قدام، سند تو باك، يعني رجعهولي لورا. الاصفر ده كان قدام ولا كان ورا؟
كان ورا صح الكلام، يبقى انا هقول له ايه bring it forwards. بعد كده مين اللي قدام الاصفر هتستفيد بيها؟ اه استفيد بيها. احيانا بنبقى راسمين حاجتين فوق بعض وعايز امسح حاجه واحده حاجه منهم. طب امسح حاجه منهم ازاي؟ ما انا لو خطفتهم كلهم يبقى همسح الاثنين. فبعمل الاول اخلي اللاير اللي انا عايز امسحها هي اللي ظاهره قدامي، اعمل لها ايزوليت بقت هي اللي موجوده قدامي، امسح يبقى انا كده بص ايه خلصت. فانت هتستخدمه في القصه بتاعت الدرو اوردر دي برينج تو فرونت. يبقى انا لو عندي خطين مرسومين فوق بعض اعرف امسح واحد منهم، اه اعرف امسح واحد منهم، مش شرط امسح الاثنين مع بعض كده. غالبا احنا عدينا على كل اوامر التعديل اللي ممكن نستخدمها. في الامر بتاع التي كامب ده هنقوله في الجزء الثاني من الحصه ان شاء الله، وهعلمك بقى ايه. احنا دلوقتي هناخد بريك وبعد كده نرجع ان شاء الله نكمل الجزء الثاني من الحصه ونشوف ايه الحاجات الايه اللي فيه كده. معظم اوامر الموديفاي حضرتك ايه اخدتها.